يا رب ينجح كمدير المنتخب. لا يا رب يا رب ينجح دي معناها ان انت مش ينجح. موافق عليه. لا بالله ابدا، بس بقول يا رب ينجح. ما شفتش بركات مدير قبل كده لانه بركات غاب عن الساحه، فيا رب ينجح. قد يكون وجود الكابتن حسام البدري في شخصيته يساعده، الجهاز المعاون معاه. عاجبك الجهاز يا كابتن؟ يساعده، طالما ده جهاز المنتخب يبقى عاجبني، طالما ده الجهاز اللي بيدرب منتخبنا الوطني يبقى عاجبني برضايا غصب عني عاجبني، ومساندته فرض عليا وواجب عليا. لو كلام قبل الاختيار كنت اقول لك فلان ينفع، اسلام ينفع، حسام ما ينفعش، حسام احسن واحد، هكذا. حسام البدري جه، وحسام البدري على فكره مدرب كبير طبعا، مدرب محترم، الناس برضه غضبانه منه، لا الناس مالهاش علاقه منه. حسام كمدرب، لا مدرب وشخصيه ولايمج وكل طبعًا. حاجه طبعًا. اختلف اتفق معاه في بعض القرارات، لكن حسام البدري لا مدرب مصنف، مدرب طبعًا. قوي، هو اختار جهازه، هو مسؤول عن اختيارات جهازه، هنستنى ونحاسبه. ف متوقع نجاح بركات يا كابتن؟ يا رب. لا أنا متوقع ولا مش عارف؟ ما اقدرش، مش عارف، ما شفتش بركات كاداري. مش عايز، انا مش عايز ابقى، مش عايز ابقى مجامل ومش عايز ابقى ناقد. بركات شخصيه تتحب، فممكن من خلال شخصيته مع اللعيبه ونجم. نجم نجم طبعا، نجم فجوره. بركات نجم كبير، يعني بتتكلم على بركات، بتتكلم على بتريكا، بتتكلم على اسماء تقيله في عالم كره، عالم الكره في مصر، اسماء كبيره جدا جدا. فمقاومات النجاح موجوده عنده من خلال النجوميه. هل ده هيترجمها من خلال ادارته؟ انا شخصيا ما اعرفش، عشان ما ابقاش كداب، بس فعلا من قلبي، من قلبي بتمنى ان تجربه بركات يعني تاني. انت شايف ان الجهاز الفني للمنتخب قادر على الوصول بمنتخبنا الوطني قادر لامم افريقيا القادمه؟ مصيبه لو ما وصلش لامم افريقيا. وان هو ياخدها؟ ياخدها صعب. ياخدها من دلوقتي صعب؟ هياخدها صعب، صعب منافسه عندك، لكن انت مش هتوصل على جزر القمر وعلى وعلى توجو وعلى كينيا. الطبيعي ان انت توصل باذن الله، توصل من بدري كمان، فرقتين بيوصلوا يعني. لكن هو قادر على المنافسه على اللقب، قادر على المنافسه، لكن قادر على حراز اللقب. طيب. طبقا بقى اللي هيحصل كاس الامم الافريقيه هتشوف، ما تقدرش دلوقتي تتكلم على، يعني ما تقدرش تربط الاثنين بعض دلوقتي. طبقا لما سيحدث في كاس الامم الافريقيه تقدر تقول المنتخب ده يكمل او ما يكملش، لكن احنا دلوقتي، دلوقتي بعيد. احنا عندنا، لا مش بعيد، احنا عندنا لعيبه، الاهلي عنده لعيبه كويسه قوي، الزمالك عنده لعيبه كويسه قوي، الاسماعيلي بدا التندع عنده بلعيبه كويسين، بيراميدز عنده لعيبه كويسين، الاتحاد مندع برضه شويه، المصري مندع شويه، فعندك، عندك ست انديه دلوقتي تقدر تاخد منهم لعيبه، مع خمسه من المحترفين موجودين في الخارج. وبالمناسبه كمان انا